الحلقة اليوم مش باستوديو، الحلقة اليوم بالبيت. العلبة اللي شايفينها ورا فيها شيء، هعطيكم اوبشن اذا بدكم اوبشنز منه. العلبة هيدي فيها فيل، فيها برج خليفة ممكن، تاور كبير، او فيها سكرين تي في من ال جي. بنشوف بعد شوي، بس ما تنسوا اذا عندكم اي سؤال سكروا بالتعليقات عن الشيء اللي حنشوفه بعد شوي، واشتركوا بالقناة، واذا عندكم جرس فوق هون فعلوا. خلينا نشوف بعد شوي تشوفي معي شيء من ال جي. مرحبا وحلقة جديدة من بالعلبة، معكم إيهاب سالم. وبس نشوف كلمة سيجنتشر من ال جي، هون عم نحكي عن شيء هاي كواليتي، شيء غير اللي بنشوفه كل يوم. بده يكون بالنوعية، ممكن كمان يكون بالسعر، وكمان حتكون بفكرة جديدة مش شايفينها من قبل. شايفين نحن من ال جي من قبل الوول سكرين، وول بيبر بتنحط الصغير كتير، شايفين الأوليد ال جي، بس هلش من قبل شايفين شاشة تلفزيون بتفتح بتمط؟ شفناها بتليفون من قبل، بس مع التلفزيون من قبل. كفكرة هون عم نحكي شيء دايما بقولها بمحلات اللي بتكون outside the box. بالتلفزيونات العادية اوكي عادي، بس هون عم نشوف شيء outside the box. الفكرة الديزاين بحد نفسه، كل شيء عندهم كان غريب، كان جديد. مش هاحكي كتير بموضوع كتكنولوجي او كسبيسيفيكيشن، احنا عم نحكي احنا هون عم نشوف فكر ببيوت ممكن تكون ما فيها محل كتير لا يكون في عنا تلفزيون كبير هون، بس مثل ما شايفين اخد حيز كتير صغير. زائد اوبشن بس بدي اقولها على السريع، في عندهم اللاين فيو هوم، يعني من بعد ما شفنا التي في بالوضعية اللي احنا فيها او حضرنا وشفنا كل شيء بكبسة صغيرة على الريموت، صار في عنا كذا اوبشن كتي في مثل ما عم تشوفوا بيصغر بيصير النص، وفينا عن طريق نشوف التوقيت، فينا نشوف صور البيت العيلة، فينا نشوف الميوزيك إذا عنا بدنا نلعب ميوزيك بشكل غريب بشكل حلو. هذا كان كل شيء معي لليوم. مش هقول حلقة، هقول كان ريفيو على السريع على شيء من ال جي سيجنتشر الأوليد آر رولابل مط تنسحب، على أمل كنت في عنا حلقة فيها تفاصيل أكتر من هيك على كل شيء للتلفزيون اللي شفتوه. إذا عندكم أي سؤال اسكروا بالتعليقات تنحضر الحلقة ونكون عم نحكي أكتر عن هذا التلفزيون. كسعر حسكلكم اياه بالتعليقات تحت بالوصف. ومبدئيا هذا كان كل شيء، حلقة جديدة بنشوفها الجمعة الجاي، ومن هلا لوقتها سلام.